السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم سلسلة سنة أولى كمبيوتر. محدثكم إبراهيم عبد الحميد، إعداد وتقديم إبراهيم عبد الحميد، متغمر المنصورة مصر، رقم تليفون 0165-47-329 0-17-52-272. شكر خاص لكل من حسين سامي السيد أحمد شفيق ندى كنزي عم زهرة الفردوس صفي الناس فاروق إيمان. ايميل السلسلة firstyear_1988@yahoo.com. كنا قد بدأنا في السلسلة في ان احنا عاوزين نتكلم في موضوع احترف صيانة جهازك، بحيث ان المستخدم العادي للكمبيوتر يبدأ يعرف مبادئ الصيانة وتعلمها معانا. ففي الاول يعني معلش هناخد وقت شوية في حبة حاجات يمكن تكون نظرية بس مهمة، لان الانسان يكون فاهم ازاي الكمبيوتر شغال والجهاز ده طبيعته عامله ازاي، بحيث لما يتعامل بعد كده معاه ما يتخضش. فاحنا عايزين نكون صاحبين النقطه دي كويس، ان هيبقى في حلقات كتير عملي، يعني حاجات عمليه هتحصل لك او مشاكل هتواجهك او الجهاز هيجرى له كذا وانت هتتصرف معاه. وكذلك طبعا الحلقات بتاعت ازاي تنزل نسخه وازاي تجمع جهاز وازاي تشتري جهاز وازاي تصلح جهاز اذا حصل فيه اعطال معينه، هناخد اشهر الاعطال اللي بتحصل في الاجهزه، واذا كان العطل مش هير ازاي تستفسر عنه، ازاي توصل له او تتعامل معاه كده. فده في اجزاء كتير عملي، بس لحد ما مش عايزين نهمل الخلفيه النظريه، لان ايه الخلفيه النظريه حقيقه ايه مهمه، بحيث ان الناس ما تتخضش من التعامل مع الكمبيوتر. نرجع للكتاب اللي احنا ماشيين فيه، كتاب المنهج الصحيح لمن اراد صيانه الكمبيوتر والتصليح. المره اللي فاتت كنا وصلنا نقطه مهمه جدا، هي البايوس والسيموس. لو رجعنا بس نبص على البايوس، فاللي احنا عايزين نخرج منه من كل الكلام اللي احنا قلناه ده، ان البايوس ده اسمه بيزك انبوت اوتبوت سيستم. يعني ايه؟ يعني نظام ادخال واخراج اساسي، بمعنى ان ده النظام اللي بيوصلنا اصلا للويندوز. يبقى ده النظام اللي بيقوم الجهاز، بيخليه يقف على حيله زي ما بنقول في مصر كده، بحيث ان الجهاز يوصل لمحطة الويندوز. يعني الجهاز اول ما بيفتح ما يوصلش الويندوز على طول، بيخش على الايه، على ايه موضوع البايوس ده. كويس، البايوس ده انا ممكن اخش عليه اعدل فيه. اول ما افتح الجهاز بيطلع لي شاشه سوداء بيقول لي لو عايز تخش على البايوس دوس على ديليت او دوس على اف 10 او دوس على كذا حسب الجهاز بتاعك. اشهر حاجه دوس على ديليت. انت الجهاز لسه بيفتح ولسه الشاشه السوداء، اول شاشه سوداء جايه لك وبيقول لك ان الرامات بتاعتك كذا والهارد بتاعك كذا والمعلومات اللي بيديها لك في الاول والبروسيسور كذا، بيديك شويه بيانات عن مواصفات الجهاز في الاول كده، والحاجات دي بتيجي بسرعه وتمشي. المهم هو تلاقي كده تحت مكتوب لك على اليمين او الشمال، هنشوف الصور حالا، هتلاقيه مكتوب لك لو انت عايز تخش على البايوس او عايز تخش على السيت اب دوس على ديليت. فهو ده اللي انت تخش عليه، ده البايوس. تبدا تعدل فيه لو انت عايز تعدل حاجه، قلنا بتعدل فيه حاجات كتير زي الجهاز يبوت من الاول. يبقى احنا خدنا كلمه بايوس، تاني كلمه هناخدها كلمه البوت. يعني ايه بوت؟ يعني الجهاز يحمل. بايوس ديت قصدي البوت دي عمليه التحميل الاوليه. فعمليه التحميل الاوليه يعني الجهاز يدور على الويندوز، يعني الجهاز يبدا يدور على الويندوز. الجهاز اول حاجه بيخش على المذر، يتاكد ان مواصفات الجهاز سليمه. يبقى نصعد المراحل مع بعض اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. اول حاجه الجهاز اول ما بيفتح بيعمل ايه؟ اول حاجه بيعملها خالص بيعمل البوست، اللي هو ايه البوست؟ اهو تحت الباور اون سيلف تيست، تمام؟ اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت. الباور اون سيلف تيست ده اللي هو الجهاز يبدا يشيك على نفسه ويفحص نفسه، يشوف اذا كان في اي حاجه ناقصه يديك على اساسها جرس، او يديك على اساسها تنبيه، او يديك على اساسها اللي هي البيب كود اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت. كويس؟ دي اول حاجه بتحصل، البوست. ثاني حاجه الجهاز انت ممكن تعدي على البايوس، تخش عليه. الجهاز بيبدا عمليه تحميل من البايوس، بيروح للبايوس يساله يقول له هو انا اعمل بوت منين؟ يبقى تالت حاجه بتحصل بوت. ايه هي البوت بقى؟ البوت ان الجهاز يدور على النسخه، على نسخه الويندوز. في العادي ان الجهاز بيدور على نسخه الويندوز فين؟ في قلب الهارد، ان النسخه موجوده على في قلب الهارد زي ما شفناها المره اللي فاتت في قلب بارتيشن السي. غالبا عندنا كلنا بنحطها في قلب السي، بس هي ممكن تحط في اي بارتيشن تاني. كويس، يبقى دي عمليه البوت، ان الجهاز يدور على النسخه. طب فرضنا ان الجهاز دلوقتي انا مظبطه على انه يحمل النسخه اولا من ريموفابل ديفايس، يعني من جهاز يمكن ازالته زي الفلاشه مثلا، ثانيا من السي دي، ثالثا من الهارد. كويس، يبقى دول ثلاث حاجات بالترتيب ده.
يبقى اول حاجه يدور اذا كان في حاجه ريموفابل، حاجه ممكن ازالتها النسخه موجوده فيها، يقوم مدور فيها، يبقى دي لها الاولويه. طب ما لقاش هيدور في قلب السي دي، ما لقاش هيدور في قلب الهارد، خلينا في السي دي والهارد. يبقى تاني حاجه الجهاز هيجي يعمل بوت، يعمل بوت منين؟ من قلب السي دي قبل الهارد. طب احنا ليه بنعمل السي دي الاول وبعدين الهارد؟ عشان لما اكون عاوز انزل نسخه يبقى الجهاز يقوم مدور على اسطوانه النسخه في قلب السي دي، يحمل منها من اول وجديد، وينسى النسخه اللي موجوده في قلب الهارد عشان يشيل النسخه القديمه الموجوده في قلب الهارد ونحط نسخه جديده موجوده في قلب ايه؟ السي دي. يبقى احنا قلنا العمليات اللي بتحصل بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه، اول حاجه بتحصل بوست، تاني حاجه بيعدي على البايوس عشان يعمل منه بوت. انا ممكن اخش على البايوس اظبط منه عمليه البوت ديت من اي اوبشن من الاوبشنات اللي احنا من ايه بنتكلم عليها في البايوس. هنشوف حالا نوعين شهيرين جدا من انواع البايوس، شركتين شهيرتين جدا في الموضوع ده، هنبص عليهم نتعرف اشكال البايوس. قلنا ان البايوس ده السيستم، طيب كويس، قلنا فايدته، وطبعا الشركتين اللي احنا بنتكلم عليهم بتوع البايوس هم فونكس واوات. لو نزلنا شويه بقى وبصينا على السيموس، ايه السيموس بقى؟ السيموس دي الحاجه اللي موجوده جنب البايوس على طول. السيموس دي عباره عن بطاريه مدوره، هي بطاريه زي بتاع البطاريه بتاع الموبايل، كويس؟ بس ايه فرقها بقى عن البطاريه بتاع الموبايل؟ البطاريه بتاع البايوس ديت طبعا هي اسمها ايه؟ سيموس، اللي هي اختصارها كومبلمنتري ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور. ايه بقى الموضوع ده؟ ان البطاريه ديت عباره عن ذاكره. يعني ايه دي؟ نوع من انواع الذاكره اللي موجوده في قلب الكمبيوتر. الذاكره دي ذاكره عشوائيه، يعني ايه؟ او ذاكره متطايره. يعني ايه متطايره؟ يعني لو اتفصل عنها كهرباء كل اللي فيها يروح. طب ازاي ده اللي فيها ما بيروحش؟ يعني اللي جوه البطاريه ديت ما بيروحش. هقول لحضرتك في الموبايلات الجديده، يعني لو موبايلات الاجيال الجديده، يعني مش من الاجيال القديمه، لاحظ ان الشركات اهتمت بان هي عملت الموبايل في لما بتشيل البطاريه منه وبترجع الموبايل تلاقي الساعه ما اتغيرتش. فهي دي نفس الفكره، ان هم عملوا بطاريه في قلب الموبايل لوحدها غير البطاريه اللي انا بشيلها. يبقى في بطاريه انا بفكها، كويس، دي بطاريات كبيره اللي بتوصل الكهرباء للموبايل كله. في بطاريه تانية بطاريه للساعه لوحدها، يبقى في بطاريه للموبايل ككل وفي بطاريه صغيره للساعه. بتاعت الساعه دي ما بتتشالش، كويس، عشان كده الساعه تلاقيها ما بتتغيرش، تظبط الساعه مره وبعد كده تيجي تشيل البطاريه تحط البطاريه تلاقي الايه الموبايل الساعه بتاعته ما بتتغيرش، ما بتحتاجش تظبطها تاني. انما البطاريه انما الموبايلات القديمه لما كنت تشيل البطاريه كانت الساعه تتغير وتحتاج انك تظبطها. فهنا نفس الفكره، هنا عملوا البطاريه بتاع بتاع الكمبيوتر في السيموس ديت، عملوا لها ايه؟ عملوا بطاريه ان هي في قلبها نفسها بطاريه، في قلب السيموس في بطاريه، السيموس ده عباره عن ذاكره، في قلبه في بطاريه بحيث ان يبقى متوصل له كهرباء على طول، بحيث ان لو الكهرباء بتاعت الجهاز قطعت او انت شلت الفيشه او حطيت الفيشه او قلت الجهاز 100 مره وطفيته 100 مره، البيانات اللي موجوده على السيموس ما تتشالش. طب هي ايه البيانات الموجوده على السيموس؟ بيانات كتير جدا هنستعرض بعضها حالا، بس اشهرها مثلا التاريخ، الوقت. طيب لو انا شلت البطاريه دي هرجع اظبط التاريخ والوقت؟ يعني مثلا لو الجهاز بتاعك كان تصنيع سنه 2000 او سنه 2003 او سنه 2005 وشلت البطاريه اللي هي الايه السيموس اللي بتبقى جنب البايوس، البايوس دي بتلاقيها ايه؟ متركبه في قلب المذر بورد ما بتتشالش. شيب كده، يعني حاجه كده شريحه متركبه في قلب المذر بورد ما بتتشالش، انما البطاريه بتتشال، بتتفك وبتتشال، بتلاقيهم الاثنين جنب بعض على طول، كويس؟ يبقى الحاجه اللي بتتشال من المذر بورد تعرف ان هي بطاريه على طول، كويس. البطاريه دي طبعا بتشتغل تعمل لسنين، يعني ممكن تحتاج تغيرها كل 3 4 5 سنين، يعني ما بتحتاجش تغيرها كل فتره قصيره، كويس. طب بيبقى موجود عليها ايه السيموس دي؟ بيبقى موجود عليها البيانات اللي البايوس محتاجها، هما جنب بعض. البايوس ده السيستم، يعني البايوس ده المخ، كويس. السيموس ده بقى هو اللي بنخزن عليه البيانات اللي احنا محتاجينها للبايوس، كويس. البيانات دي زي ايه؟ زي مواصفات الجهاز مثلا، زي عمليه البوت سيكونس، ترتيب البوت اللي احنا قلنا عليه اللي هو الفلاش الاول وبعدين السي دي روم وبعدين الهارد ديسك، نوع السي دي روم اللي عندك ونوع الدي في دي اللي عندك ونوع الهارد ديسك اللي عندك، مساحته، كل الحاجات دي، خلاص. احنا لما نعوز نوصل للبايوس، يبقى انا لما بخش جوه البايوس بلاقي بيانات. البايوس جايبها منين؟ من قلب السيموس. يبقى انا لما اخش جوه البايوس، كويس، يعني الشركه اللي بتصنع البايوس دي بتصنع البايوس فاضي ما فيهوش اي بيانات،
ما فيهوش لا نوع البروسيسور ولا نوع الرامات ولا اي حاجه كويس، ولا نوع كارت الشاشه ولا اي حاجه من الحاجات دي. البايوس بقى انت اللي بتظبطه، بتخش جوه البايوس وتقول بقى ظبط لي الجهاز بتاعي. تمام، اهم الاشياء قلنا ايه بنستخدم البايوس في ان احنا بنغير الوقت والتاريخ. طيب طبعا انا بغير عن طريق البايوس الوقت والتاريخ، بس بيتخزن فين؟ في قلب السيموس. كويس، تعيين عدد وحجم الاقراص المرنه والصلبه، تعيين بطاقه الفيديو طبعا اشهر نوع هو الفيجا، اعدادات الطاقه، اظبط ايه الخواص بتاعتي لو انا عايز اوفر في الطاقه، بس يعني بالذات الطاقه بالموضوع الباور، اي كلمه فيها باور في الجهاز ما تحاولش انك تلعب بيه، ان ما دام الحاجه فيها باور من الممكن انك تلعب فيها تزود الكهرباء في حتت او تشيلها من حتت، فده يخلي الجهاز ما يقتش اصلا او ممكن يتحرق. كلمة السر، في كلمة سر، في كلمتين سر للجهاز. الكلمة السر الأولانية اللي هو أول ما الجهاز تفتحه، يعني أول ما تفتح شاشة سوداء يقول لك إيه إنتر باسورد، يعني وأنت لسه قايد الجهاز. ديت كلمة سر بتبقى تبع إيه؟ تبع البايوس، بتبقى متخزنة في قلب السيموس. كويس؟ دي كلمة السر الأولانية. كلمة السر التانية بتاعت الويندوز اللي هي أنت عملت أكونت والأكونت بتاعك عامله بكلمة سر. كويس، احنا خدنا ازاي تعمل في اليوزر اكاونت، ازاي تعمل كلمه سر على بالاكاونت. في الموضوع الصيانه ده ناخد ازاي نعمل كلمه سر في البايوس، يبقى دوت كلمتين السر. بس في ملحوظ ان كلمه السر بتاع البايوس دي بتتشال امتى؟ لو شلت البطاريه وركبتها تاني، يبقى احنا هنبقى نشوف شو شكل البطاريه ونشوف بتتفك ازاي وبتتركب ازاي. لو انا شلت البطاريه وركبتها تاني، كلمه السر اللي متخزنه على البايوس اللي هي اللي في الشاشه السوداء دي بتتشال، انما بتاعت الويندوز دي عشان اشيلها لازم نازل نسخه. كويس تمام. وكلمه السر كمان بتاعت البايوس دي بتتضرب، كلمه السر بتاع البايوس بتتضرب. بمعنى ايه بتتضرب؟ يعني كل شركه اللي هي الاوورد والفونكس والشركات العالميه الكبيره ديت، كل شركه منهم عامله شويه كلمات سر ستاندر تنفع لاي جهاز. فلو انت عارف ان النوع اللي انت شغال عليه مثلا هنا وورد، اوورد النوع البايوس يعني اوورد ولا او فونكس، فلو شويه كلمات سر بينفعوا مع اي جهاز فتدخلهم فتقدر تضرب، انما بتاع الويندوز ما بتضربش، لازم تنزل لها نسخه. كويس، ازاله بطاريه السيموس، تسجيل جميع المعلومات من الرقابه بما فيها كلمه السر. يعني لو عايز جهاز عايز كلمة السر فيه كده، بشيل البطارية واحطها، كلمة السر محطوطة مش عارف اخش على الجهاز بشيل واحطها. تمام، او بحط الجامبر على خاصية الكلير السيموس. في خاصية تانية بتلاقي خاصية كلير السيموس اللي هو بلاقي جامبر وفي ثلاث سنون، ده اشيل الجامبر واحطه. ممكن نبقى نتعرف على شكل الجامبر، ممكن نجيب صور الحاجات ديت ونتعرف عليها بعد كده، بس الصراحة يعني الكتاب هنا كان المفروض يرفض شوية صور، بس هو في نقص في الموضوع ده. هنا بقى بيفرق من حاجتين مهمين قوي، اول حاجه رقاقه البايوس هي ايه البايوس، تاني حاجه السيموس، يبقى دي رقاقه ودي رقاقه. ايه هو البايوس بقى؟ قلنا ده النظام اللي هو البيزك انبوت اوت بوت سيستم، ده بنسترجعه يعني بيظهر معانا، بيبدا معانا اول ما الكمبيوتر يشتغل المره الجايه، او كل ما الكمبيوتر يشتغل يعني كل مره الكمبيوتر فيها يشتغل. وديت ما بنحتاجش ان احنا نحفظ محتوياتها في البطاريه، لان ديت المحتويات اللي فيها ثابته في قلب البايوس، ديت حاجات اللي فيها ثابته. كويس، انما المعلومات نفسها، يعني مثلا البايوس ده مظبوط على ان انت في هارد ديسك، فالبايوس عارف ان في هارد ديسك، مش عايز يعرف المعلومه دي، المعلومه دي متسجله عنده وهو حافظها، انما نوع الهارد ديسك نوع نفسه ده بنخزنه في قلب الايه السيموس، وحجم الهارد ديسك بنخزنه في قلب السيموس، وكلمه سير بنخزنها في قلب السيموس، بس عن طريق ايه؟ عن طريق البايوس، لان البايوس ده هو السيستم. تمام، طبعا البايوس بيتحكم بكل اجهزه الكمبيوتر اللي موجود عندنا. هنا نوع الشركه ايه؟ اوورد. هنا نوع الشركه ايه؟ فونكس. هتلاقي هنا كلمه فونكس مكتوبه اهي. كويس، هنا بيقول لك بريس ديل تو انتر سيت اب، يعني عشان تخش على صفحه البايوس. ها، او ممكن يقول لك تو انتر بايوس برضه. اضغط على الديل اللي هو ايه؟ زرار الديليت يعني على الماوس، طبعا كلنا عارفين. طبعا بنبص هنا في الشاشه السوداء بدأ يكتب لك مواصفات الجهاز، طبعا اوورد ده نوع البايوس اهو، اوورد بايوس. تاني حاجه الجهاز بانتيوم ايه؟ 3. تالت حاجه الميموري تيست قال ان هي 136. الرامات قال ان هي 256، بعدين المات 265 256، و المواصفات بتاع الجهاز وكذلك هنا، والهارد ديسك كذا، ومتوصل اذا كان متوصل سي دي او مش متوصل، بعرف انا عن طريق الحاجات دي.
بنخش بقى على شركة فونيكس أول شركة. قلنا إن أهمية البايوس بتاعت حاجات رئيسية بالنسبة لي، إن أنا بعمل الإقلاع اللي هي البوت من إما من السيدي روم أو من الهارد ديسك. طبعا أنا أرتبهم، أهم حاجة يبقى السيدي روم أول حاجة، يبقى أهم حاجة إن السيدي روم تبقى موجودة قبل الهارد عشان لما أجي أنزل نسخة. لأن لو جيت أنزل نسخة أو سطب ويندوز يعني والهارد قبل السيدي روم، كل ما أجي أنزل نسخة من النسخة مش هتقدر تنزل. ليه؟ لان الهارد الاول، فانا هيكون عندي نسخه على الهارد. كويس. الحاله الوحيده اللي هيفضل فيها الجهاز ينزلني نسخه من على السيدي روم والهارد الاول، يعني الهارد قبل السيدي روم، وهو هيفضل ينزلني نسخه. الحاله لو ايه، لو مفيش نسخه على الجهاز خالص او نسخه سقطت مني. طبعا نسخه الويندوز دي بتسقط من كتر استهلاكها، فايلات كتير بتقع منها، فنسخه الويندوز ديت بتسقط خالص. تخش كده يقول لك ان مفيش نسخه ويندوز وانك محتاج تنزل نسخه، ساعتها بتحط اسطوانه الويندوز تبدا تنزل نسخه زي ما شرحنا في حلقات قبل كده. انتقال من قوس الصلب الرئيسي والثانوي والرقم السري، الرقم السري اللي هو كلمه السريه. تمام. لو دخلنا على الموضوع ده هنلاقي ان انت عندنا المين اللي هو الرئيسي، الادفانسد السكيورتي الباور البوت الاكزت. كويس. شاشه المين هنلاقي فيها اول حاجه الوقت والتاريخ والمحرك الاقراص المالنا، محرك الاقراص المالنا بي والقوس الاولي. تمام كويس قوي. المين الشاشه ديت فيها ايه؟ السيستم تايم الوقت، السيستم ديت التاريخ. نسيبنا من الدول ديسكتس، نبص بقى في الايه، في البرايمري والسكندري والماستر والستيف. في حاجه مهمه عايزين نتكلم فيها، ان دلوقتي الهارد بتاعنا مال شكل بتاع غريب كده، فين ال بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا عندي في قبل المذر بورد، لو جبنا المذر بورد كده هلاقي فيها مكانين. حلو. المكان الاولاني بوصل بيه الكيبل اللي احنا شفنا بيتوصل ازاي واحنا بنجمع الجهاز، ومكان تاني بوصل بيه كيبل تاني. الكيبل ده واحد منهم بيبقى برايمري، واحد منهم بيبقى سكندري، واحد منهم باخده دي ده، والكيبل ده سواء كان اي دي او كان سات. تمام. انا بتكلم عليه، لا سواء كان اي دي او سات، واحد منهم باخده وبيطلع منه اتنين، والتاني باخده وبيطلع منه اتنين هو كمان. كويس. اللي بيطلع منه اتنين الاولاني ده مثلا بنفرض ان هو ماستر، قصدي بيفرض ان هو برايمري، اللي هو الايه، برايمري يعني ابتدائي يعني الاساسي، فده برايمري بي اهي، وده سكندري اس. كل واحد برايمري وسكندري بيبقى تحتيه حاجتين، واحد اسمه ماستر ام، واحد اسمه سليف اس، وده ام واس. ايه بقى الفكره؟ الفكره ان انا الهارد بتاعي عاوز اوصله بالبرايمري ماستر. يعني ايه بالبرايمري ماستر؟ يعني ان هو يتوصل بحيث ان هو يبقى رقم واحد عندي في الايه، في الجهاز. برايمري ماستر، برايمري يعني ابتدائي، ماستر يعني اساسي. فماستر يعني ايه؟ مش يعني اساسي بس يعني ايه، رئيسي يعني. المهم، ف الهارد بتاعي بيتوصل بالشكل ده. بحاول انا دايما اراعي الترتيب ده، لما اجي اوصل الهاردين مع بعض يبقى واحد مثلا برايمري ماستر وبرايمري سليف، اوصل الهاردين. بغض النظر عن هنا مثلا ممكن توصل السي دي، في السكندري ممكن توصل ايه، السي دي والدي في دي والحاجات دي. الهارد الماستر ده هو اللي انا، طبعا الهارد ده، الهارد الاولاني المتوصل على الماستر ده عليه نسخه، والهارد الثاني المتوصل على السليف ده عليه نسخه ثانيه. مين اللي هيشتغل؟ نسخه بتاعت مين اللي هتشتغل؟ ده عليه نسخه ويندوز وده عليه نسخه ويندوز. انا موصل الهاردين، يبقى انا هقوم حاطط النسخه اللي هتشتغل في الحاله دي بتاعت الماستر، لان الماستر اقوى من السليف او مقدم عنه، له اولويه عنه. دي حاجه. عشان الموضوع ده يحصل احيانا بنحتاج ان احنا نحط جامبر، ان الهارد هتلاقي في الظهر وكده في مكان فيه سنون، في مكان فيه بتاع كده، ايوه سنون كده، بنوصلها بجمبر، نحط لها جمبر كده ونوصل سنين بقلب بعض. لو احنا عايزين نخلي الهارد ماستر سنين تانيين، لو احنا عايزين نخليه سليف سنين تالتين، لو احنا مش فارقه معانا يوصل ايه. خلاص. ده الماستر وده السليف. كويس. يبقى دي معلومه مهمه ان عايزين نكون، يا رب تكون وضحت معانا. يبقى ده برايمري ماستر، برايمري سليف، سكندري ماستر، سكندري سليف، ده الهاردات اللي متوصل. يبقى هو عنده هارد متوصل اهو فوق في البرايمري ماستر، البرايمري سليف ما عندوش هارد تاني، السكندري ماستر بقى سيدي روم، يبقى هو ده عنده هارد وسيدي روم بس. يبقى انا من هنا قدرت اعرف مواصفات الجهاز من غير ما اشوفه. كويس؟ تمام.
ننزل بعد كده نخش على البوت. اهم حاجه عندنا البوت. ايه هو البوت بقى؟ نرتب بقى الحاجات. قال لك السي دي روم الاول، وبعدين الايه الريموفابل ديفايس، وبعدين الهارد ديسك. بس ضغط انا انتر مثلا واقوم مرتبهم، اديني شويه اختيارات كده، اقوم محرك بالاسهم بتاعت الاتجاهات ديت، اقوم مرتبهم بالشكل ده. اضغط على الاولانيه واحط اول حاجه السي دي، انتر، وبعدين الريموفابل كذلك انتر، وبعد حرك وانتر كده، يبقى الانتر والاسهم بتاعت الاتجاهات. الاوت عشان اضغط ادخل عليه، قلنا بنضغط على قائمه ايه ديليت، زر ايه ديليت. نبص بقى بتاع الاوت ده، نلاقي له اشكال كتير جدا. في ملحوظه هو انا كاتبها اول مره اخد بالي منها، اللي هي تحت ديت عند حدوث اي خلل في اعدادات البايوس. انا عارف المعلومه يعني، بس اول مره اخد ان هو كاتبها على من الشاشه دي، مكتوب فيها حاجات كتير. انا احاول اقول اهم الحاجات اللي فيها، لان الشاشه مكتوب فيها حاجات كتير والصوره مش واضحه يعني، كان المفروض يكبرها شويه قبل ما يكتب عليه. عند حدوث اي خلل في اعدادات البايوس او تغيير بطاريه او تعديل الجامبر، فاهم، امرين يمكن ان ترجع بهما هما 6 و7، اللي هما ايه؟ لود البايوس ديفولتس ولود البيرفورمانس ديفولتس. ايه هما بقى؟ اي حاجه تلاقي فيها ديفولتس بتظبط الاول الديفولتس، يعني اول حاجه اول ما بخش على الجهاز بظبط اول ديفولتس ديت، بقوم داخل ضاغط على 6 ديت، نازل الاسهم اتجاهات وضاغط انتر على 6، اقول له حمل الديفولت بتاعت البايوس وحمل الديفولت بتاع البرفورمانس. ليه بقى؟ كلمه ديفولت يعني افتراضي، يعني اللي الشركه شايفاه صح. يبقى انا اول مره افتح الكمبيوتر اهو، مثلا يعني لو الكمبيوتر بتاعي مش متظبط، انا بقول كل كلامنا ده لناس الكمبيوتر بتاعها مش لسه جايبه كمبيوتر جديد. انما طبعا لو الكمبيوتر بتاعك اصلا شغال، الحاجات دي هتبقى موجوده عندك بس ما تعملهاش، لان هو الجهاز بتاعك متظبط اصلا، اللي انت شاري منه الجهاز او انت لما شريت الجهاز ظبط الحاجات دي. خلاص احنا بنتكلم لو انت شاري كمبيوتر جديد، او لو الجهاز بتاعك حصل فيه عطل معين. فلو الجهاز بتاعك حصل فيه عطل وانت غيرت البطاريه، او انت ظبطت في البايوس حصل فيه مشكله، او انت غيرت في الجامبر بتاع البايوس ده وعدلته ولغيت الذاكره بتاعتك بتاعت البايوس او الذاكره اللي على السيموس يعني، تمام، فعندك امرين اساسيين اللي هما فيهم ديفولت. اي حاجه فيها ديفولت يبقى انت بتظبط الجهاز على الديفولت. في الديفولت بقى في الباور، وديفولت في البايوس، وديفولت في كل حاجه، اللي هو الاعدادات الافتراضيه اللي الشركه شايفاها ان هي صح. دي اول حاجه. ثاني حاجه بتبدا تظبط انت الحاجات الخاصه بيك، اللي هي ايه؟ لو نزلنا تحت البايوس فيتشر سيت اب، البايوس فيتشر سيت اب، البايوس فيتشر سيت اب دي فيها الايه اللي هي الامر اللي احنا محتاجينه اللي هو اسمه ايه؟ بوت سيكونس. البوت سيكونس ده الامر اللي احنا بنظبط منه ان الجهاز يقلع اولا او يعمل البوت من الريموفال ديفايس، ثم السي دي، ثم الهارد ديسك. كويس؟ يبقى دول التلاته احنا بنظبط عليهم عمليه ايه؟ البوت. لو نرجع للشاشه اللي فوق بقى هنلاقي في حاجات كتير. ستاندرد سيموس سيت اب دي الاعدادات القياسيه الجهاز، البايوس فيتشر سيت اب دي اللي احنا بنخش عليها عشان نخش على البوت سيكونس. انت ليك مالكش دعوه بالترتيب، ليك دعوه بايه اساميهم ايه. التشيب فيتشر سيت اب دي ما بنخش عليها خالص، خصائص الشيبات. الباور مانجمنت سيت اب اعدادات اداره الطاقه دي برده ما بنخش عليها، ما بنحتاجهاش غير لو الجهاز فيه مشكله في الباور بتاعته. البي ان بي والبي سي اي كونفيجوريشن، مواصفات المنفذ اللي هي البي ان بي والبي سي اي. في حاجه في الكمبيوتر اسمها بي ان بي، وفي حاجه اسمها بي سي اي. بي سي اي ديت الشرايح اللي احنا بنخش عليها الشرايح اللي احنا بنحط فيها الايه اللي هي الكروت، كارت مثلا الفاكس، كارت الفاكس هو مثلا موصلنا على النت عن طريق خطوط التليفون، كارت الشاشه ممكن نجيبه النوع ده، كارت الصوت، كارت اللان اللي هو بوصلنا على النت. كل الكروت دي بنحطها في شرائح اللي هي البي سي اي، فلو انا عايز اظبط فيها حاجه. كذلك في حاجه خاصه في الكمبيوتر اسمها بي ان بي. بي ان بي ايه؟ ان انا مثلا جبت جويستيك اللي هو جهاز للعب، بنسميه عندنا مثلا دراعات في مصر، اللي هو واحد عنده لعبه مثلا كوره او لعبه جيم معينه او لعبه عربيات، جاب عجله قياده مثلا، او جاب دريكسيون، او جاب اي حاجه بيشغل عليها اللعبه على الجهاز، فوصل يا دوبك وصلها باليو اس بي اشتغلت على طول، او انت وصلت الطلعه باليو اس بي اشتغلت على طول، او انت وصلت. فدي بيسموها خاصيه بلاج اند بلاي. يعني ايه بلاج اند بلاي؟ يعني اول ما توصل حاجه تشتغل على طول.
تمام، بلاج اند بلاي، وصل والعب. كانوا بيقول لك ايه، وصل والعب خلاص. بعد حاجه برضو ديت الانتجريتد ديت ما بنحتاجهاش، السوبرفايزر باسورد واليوزر باسورد. السوبرفايزر باسورد دي الباسورد بتاع البايوز نفسه، يعني الباسورد بتاع الراجل اللي يتحكم في البايوز، لان البايوز ده هو اهم حاجه كويس. اليوزر باسورد الباسورد بتاع اللي عايز يخش على الكمبيوتر، بمعنى ان انت دلوقتي ممكن تعمل يوزر باسورد الاول. حلو، عملت يوزر باسورد، اي حد هتديله يوزر باسورد ده يقدر يخش على الجهاز. تمام، حلو. فرضنا انك عملت الموضوع ده، اكتشفت ان في واحد دخل على البايوز ولخبط لك حاجات، فتعمل بعد كده ايه، السوبر فايزور باسورد، اللي هو ايه، الباسورد بتاع المشرف بتاع الجهاز، يعني واحد الادمنستريتور المتحكم في الجهاز، بحيث ان هو يقدر يخش على الجهاز عن طريق يوزر باسورد، بس السوبر فايزور باسورد ما يقدرش يعدل في البايوز. يبقى فهمنا، يبقى انا عملت باسورد للجهاز بين اليوزر باسورد، جيت اخش على الجهاز لقيت واحد من مثلا من اولادي اللي غير في الباسورد بتاع، غير في البايوز، يبقى انا عملت باسورد للجهاز يوزر باسورد. جيت اخش على الجهاز لقيت واحد من اولادي غير في الايه، في البايوز، او لعب في البايوز، ف عايز احمي البايوز من ابني ده اللي هو بيلعب فيه وبيضغط على الديليت وبيخش في البايوز وبيغير لي في الباور مانجمنت، او بيعمل لي اي حاجه ممكن تبوظ الجهاز او ممكن تحرق الجهاز. ففي الحاله دي اعمل سوبرفايزر باسورد اللي هو بيحمي لي البايوز من الموضوع ده، خلاص، ان انا اكون مشرف على الجهاز. يبقى السوبرفايزر باسورد ده غالبا ما بيعرفوش غير واحد بس، اللي هو الشخص المتحكم في الجهاز، انما اليوزر باسورد ده كل البيت ممكن يعرفه، بس احنا عاملينه مثلا عشان طفل بيقعد على الكمبيوتر كتير، فمش عايزين نقعده على الكمبيوتر كتير، فبنعمل له يوزر باسورد من دوت، بحيث ان هو، او مثلا واحد يحب الكمبيوتر، او احنا عايزين نحميه من الكمبيوتر وكده. بعدين بنلاقي خاصيه سيف اند اكزيت، اللي هي بتاعت ان احنا نخرج مع الحفظ، واكزيت وزود سيفنج اللي هي الخروج بدون حفظ. يعني لو احنا التعديلات اللي احنا عملناها عايزين نحفظها هنقول له سيف اند اكزيت، مش عايزين نحفظها هنقول له اكزيت وزود سيفنج، يعني نخرج من غير ما نحفظها. كويس، يبقى الخيار الاولاني بيحفظ التعديلات اللي هو رقم 12، رقم 13 ما بيحفظش حاجه. لو نزلنا هنلاقي في الستاندر سيمو سيت اب هنلاقي التاريخ والوقت زي ما قلنا، وبعدين البرايمر ماستر والبرايمر سليف والسكندري ماستر والسكندري سليف، وبعدين الدرايف الاي والدرايف البي اللي هم بتوع الايه، الفلوبي، درايف الاي والدرايف البي اللي هم بتوع الفلوبي. الفلوبي طبعا احنا عارفين الفلوبي كان مساحته 1.44 ميجا، يعني 1.44 من 100 ميجا، ودي مساحه صغيره جدا دلوقتي. وطبعا نوع الفلوبي ده 3.5 انش، فهو الجهاز ده في قلبه فلوبي. لو كان لديك 2 فلوبي كان هيكتب لك نفس الكلام ده تحت، انما انت عندك فلوبي واحد بس. كويس، الفيجا الكارد بتاعك ايه اللي هو الايه، الفيجا الفيديو يعني. تمام، بعدين تاني حاجه البايوس فيتشرز لما بندخل عليه، قلنا اهم حاجه البوت سيكونس. تمام، اهم حاجه نتاكد منها البوت سيكونس. في حاجه هنا اللي هي السكيورتي اوبشن رقم 5، كاتبها هو تحت ولا مش شارحها؟ لا مش شارحها. كويس، السكيورتي اوبشن ديت اللي هي بظبط منها اعدادات ان السوبرفايزر باسورد تشتغل. يعني انا لازم، قصدي ان اليوزر باسورد تشتغل. يعني لو عملت يوزر باسورد، يوزر باسورد اللي احنا اتفقنا عليها من فوق، لازم اشغلها من هنا من السكيورتي اوبشن. يبقى انا هي ما بتبقاش شغاله اصلا، انا بغيرها. يبقى السكيورتي اوبشن انا بغيرها علشان اليوزر باسورد تشتغل، انما السوبرفايزر باسورد دي بتشتغل معايا على طول من اول مره. تمام، انما اليوزر باسورد دي بتحتاج ان هي تصب. طبعا بلاقي دايما تحت تعديلات وحاجات هو بيقولها لي، اضغط على كذا يحصل كذا، اضغط على كذا، اف 1 عشان تجيب الهيلب، اف 2 عشان تجيب الاولد فاليوز، اف 7 عشان تعمل ديفولتس بتاع البايوس، اف 6 عشان الديفولت بتاع البايوس، اف 7 عشان الديفولت بتاع البرفورمانس كده. يعني لو دخلنا على تشيب فيتشرز بقى، دي اهميتها ايه، مراقبه الجهاز. يعني ايه مراقبه الجهاز؟ يعني اشوف الجهاز ايه احواله. طبعا انت عندك بقى تلاقي مواصفات هنا وحاجات كتير قوي بيهتم بيها بتوع الصيانه، ده سرعه نقل البيانات لكارت الشاشه، ممكن نزودها من هنا. هي مش سرعه نقل البيانات الحقيقه، هي سعه نقل البيانات لكارت الشاشه. ان كارت الشاشه بيبقى محتاج يخصص له جزء
كارت الشاشه بيبقى جاي معاه رامه، فكارت الشاشه ده مثلا 64، حلو، ممكن اخد جزء من الرامات لكارت الشاشه، يعني كارت الشاشه منه هو بيسرع الصوره، ففي الجيمز والحاجات اللي محتاجه جرافيكس او في برامج الجرافيكس العاليه زي الفوتوشوب وغيره ممكن يكون محتاجين ان احنا نزود كارت الشاشه شويه. كويس، فينا بقى بنلاقي الشات داون تمبريتشر، درجه غلق الجهاز، يعني درجة حرارة اللي بقفل عندها الكمبيوتر، بمعنى ان الكمبيوتر انا بظبطه على ان لو درجة حرارة الجهاز زادت عن كذا اطفيه، لان طبعا الكمبيوتر ممكن يولع من كتر ارتفاع درجة الحرارة، سواء ارتفاع درجة الحرارة ده جاي من قطع التشغيل او جاي من ارتفاع درجة حرارة الجو نفسها، فهمت؟ فالشات داون تمبريتشر دي ممكن اعمل لها انيبل، ان هو اقول له لما الكمبيوتر يوصل درجة حرارة عالية قوي اطفيه، تمام؟ طبعا هنا الهيلث تشيك سي بي يو تمبريتشر، يعني وانا بشيك على صحه البروسيسور اللي هو السي بي يو، ده بيقول لك ان درجه الحراره 75 سيلسيوس. الكرنت تمبريتشر ديت التشيك اللي هي المقصود بقى، يعني المفروض الكمبيوتر ما يتخطاهاش، يعني المفروض البروسيسور ما يتخطاهاش. هو الكمبيوتر تحت اهو الكرنت تمبريتشر كام؟ 65، يعني درجة حرارة الجهاز دلوقتي 65، حلو، هو المفروض ما يتخطاش كام؟ 75. لو انا عملت بقى الشات داون ديت هي ديسيبل، لو عندها من انيبل، اول ما 65 دوت هيعلو يوصلوا 75 الجهاز هيطفي، تمام؟ ده طبعا بتاع السي بي يو. بتاع السيستم نفسه 41. الفان سبيد برضو، لو الفان السرعة دي قلت، يعني مثلا السرعة دلوقتي 6826، يبقى دي سرعة الفان سبيد اللي هي سرعة السي بي يو فان اللي هي بتاعة المروحة بتاع البروسيسور، المروحة اللي بتاع البروسيسور دي سرعتها 6800 لفة في الدقيقة، ففرضنا إن السرعة دي اتقلت، لقيناها مثلا 1000 أو 2000، فنعرف إن المروحة دي باظت، أو المروحة دي ما عادش بتقدر تشتغل بسرعة، او المروحه ديت الموتور اللي فيها او بتاع اللي فيها السلكه اللي فيها ممكن تكون اتهرت اتاكلت ساحت، فنغير بقى المروحه في الحاله دي. كويس، هو طبعا انت بعينك ممكن تبص المروحه بتاع البروسيسور تعرف اذا كانت هي بطيئه ولا سريعه، اذا كان عينك متعود عليه، انما ممكن تخش هنا تعرف اذا كان الجهاز بتاعك سليم ولا مش سليم. الكرنت سيستم فان سبيد، في بقى السيستم بقى كله اللي هو السيستم الكيس على بعضها، يبقى لو واخد بالك دي درجه حراره البروسيسور 65، اعلى حاجه بتبقى مولعه درجه حراره البروسيسور، درجه حراره 65 اهو، الجهاز نفسه بقى كله على بعضه درجه حراره الكيس على بعضها دي 41. كويس، تحت بقى سرعه المروحه بتاع البروسيسور دي 6000 وشويه، طبعا البروسيسور ما يقدرش يشتغل من غير مروحه اصلا، لان لو هو درجه حراره دلوقتي 65 من غير مروحه بالمروحه، فمن غير مروحه لو شلنا المروحه وما تمناش بالبروسيسور هلاقي درجه حرارته ممكن توصل لايه 100 و120، وطبعا الجهاز مش هيقيد اصلا، اول ما الجهاز تقيده درجه حرارته ترتفع قوي في البروسيسور، فيعمل ريستارت، يعمل ريستارت لحد ما البروسيسور يتحرق، وممكن من اول مره اصلا تحل نتيجه اهمالنا موضوع المروحه ده. مهمه جدا مروحه البروسيسور تكون شغاله وتكون كويسه وتكون ممتازه، مهم جدا يكون محطوط عليها السيرما الكومباوند الماده الحراريه اللي احنا بنحطها، مهم جدا ان الهيت سينك يكون موجود، الحاجات دي كلها لازم زي ما احنا اتفرجنا عليها وهي بتتركب ان هي تكون موجود. الكرنت سيستم فان سبيد اللي هي المروحه بتاع الكيس، دلوقتي شوف المروحه بتاع الكيس صفر، ليه؟ لان هو شايل المروحه بتاع الكيس وده غلط، يبقى المفروض المروحه بتاع الكيس تبقى شغاله والمروحه بتاع البروسيسور تبقى شغاله هي كمان، كويس، بحيث ان نضمن درجه الحراره تكون كويسه في قلب الايه، في قلب الجهاز. طبعا حاجه معلومه اكيد ان البايوس بيبدا الاول بيبص على الهارد ديسك الاساسي اللي هو في البرايمري ماستر، وبعد كده بيدور على البرايمري سليف، فبيدور في النسخه الاول على البرايمري ماستر وبعد كده بيدور على فيها عليها في البرايمري سليف. طبعا احنا مظبطينه على كده ومش محتاجين ان هو يظبط على الموضوع ده. لما بنيجي نعمل بقى بنختار الاختيار بتاع كوايت ويز اكزيت ويز قصدي سيفنج، زي ما قلنا فوق بيخيرنا ما بين الواي والان، واي يعني يس، ان يعني نو، فانا بضغط على حرف الواي واضغط انتر او على حرف الان واضغط انتر، بس باخد بالي وانا بيقول كويت وزود سيفي، يعني هخرج من غير ما احفظ، يبقى انا لو عايز اخرج فعلا من غير ما اسيف التغييرات اقول له يس. طب لو انا هقول له بعد، لو انا اخترت ان هو مش هيخرجني، يبقى انا لو عايز اخرج بس هخرج من كاني ما عملتش حاجه،
انما لو قلت له نو هيتنيني، اتنيني في نفس الشاشه كويس. ده لو انت عايز تخرج دون حفظ. طب لو انا عايز اخرج بحفظ بقى اقول له ايه؟ كوايت والسيف اللي هي فوق دي، لو طلعنا فوق اهي اكزيت سيف اند اكزيت، دي اكزيت وزود سيفنج، سيف اند اكزيت. ما انا اختار 12 سيف اند اكزيت عشان احفظ التغييرات اللي انا عملتها. طبعا لو ما حفظتهاش كأن شيئا لم يكن. وحدة المعالجة المركزية اللي هو المعالج اللي هو البروسيسور اللي احنا بنسميه السي بي يو، اختصار لسنتر بروسيسنج يونت هو السي بي يو. وحدة المعالجة المركزية ديت حاجة مهمة جدا اللي هو مخ الكمبيوتر. فهو فيه شوية حاجات، أول حاجة فيه بنسميها وحدة الحساب والمنطق اللي هي الأرثماتيك واللوجيك يونت، اللي هي دي بتهتم بالعمليات الحسابية والمنطقية. يعني الكمبيوتر فيه جزء مهتم بالعمليات الحسابية والمنطقية، بمعنى ايه؟ اللي هي الصورة المبسطة اللي هي خالص اللي هي ايه؟ الحسابات اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمة، الأربع عمليات دولت، والحسابات المنطقية أكبر وأصغر وأكبر من أو يساوي وأصغر من أو يساوي، الحاجات اللي زي دي. الحاجات اللي هي الحسابات والحاجات المنطقية ديت فيها جزء في البروسيسور بيبقى دي الموضوع بتاعه. في حاجة تانية اسمها السي يو اللي هي كنترول يونت، ده دماغ الكمبيوتر. ايه بقى الكنترول يونت ده؟ الكنترول يونت ده اللي بيوزع الاوامر على مكونات الجهاز المختلف، يعني الجهاز اللي بيتحكم فيه كله على بعضه البروسيسور. ففي قلب البروسيسور في حته اسمها كنترول يونت، ديت اللي بتوزع الاوامر على مكونات الجهاز المختلفه اصلا. لو بصينا هنا هنلاقي جايب هو طبعا انواع مختلفه من البروسيسور، زي ما شفنا اشكال مختلفه كتير من البروسيسور، بس طبعا كلها قديمه. طبعا احنا شفنا الاشكال الجديده في فيديوهات سابقه. كل الانواع ديت ايه؟ قديمه، بانتيوم 2 بانتيوم 3 والاجيال اللي قبل كده من البروسيسور. طبعا وهنا بيقول ان سرعه المعالج بتتقاس بحاجه اسمها الميجا هرتز. طبعا الميجا هرتز دلوقتي عدد وحده قديمه، بيقيسوها دلوقتي بالجيجا هرتز، تمام. ميجا هرتز يعني مليون ذبذبه في الثانيه، جيجا هرتز بقى مليار ذبذبه في الثانيه، او زي ما هم بيقولوا بليون. هم ما عندهمش حاجه اسمها مليار، هم عندهم بليون. المليار ده اختراع احنا اخترعناه. بماذا يحدد اداء المعالج؟ ماذا يحدد اداء المعالج؟ اداء المعالج ده اول حاجه تردد المعالج، اول حاجه بنبص عليها التردد. تاني حاجه بنبص عليها الاف اس بي. الاف اس بي ديت اللي هو الناقل، اللي هو ما بين ده ناقل بيبقى ناقل امام اللي هو بيتوصل بالبروسيسور وما بينه وما بين الايه المكونات المهمه في الجهاز، زي مثلا كارت الشاشه، زي الرامات، بيبقى متوصل ما بينه وما بين الرامات. ف من الموضوع بيبقى ما بينه وما بين الرامات بيبقى في تعامل كتير قوي ما بين البروسيسور والرامات، ان الرامات ديت هي الخزنه الفرعيه او الخزنه الصغيره بتاعت البروسيسور. ده هو الراجل اللي بيشغل الكل، يبقى كان البروسيسور ده هو مثلا رئيس مجلس الاداره كويس، والرامه هي امين الصندوق. فطبيعي ان العلاقه ما بين امين الصندوق او ما بين الراجل اللي ماسك الميزانيه وما بين رئيس مجلس الاداره علاقه قويه جدا، لان ده الراجل اللي بيصدر الاوامر وده الراجل اللي بيصرف الفلوس، في علاقه على طول ايه ما بينهم. فنفس الفكره، فلازم أن يبقى الوصله ما بينهم تكون سريعه قوي. فعشان تبقى سريعه قوي لازم الاف اس بي النقل الامامي ده يكون ايه؟ يكون هو كمان سريع. في حاجه مهمه جدا بقى في الكمبيوتر اسمها كاش ميموري. كاش ميموري دي بتبقى في البروسيسور. لو انا ببص للكمبيوتر ببص للتردد بتاعه اللي هو سرعته اللي هو الجيجا هرتز بتاعته، وببص كمان للكاشات بتاعته. لو جينا هنا في الجهاز بتاعي وقلنا ديكس نايف وبصينا على مواصفات الجهاز، هنلاقي البروسيسور بتاعه انتل كورت ديو سي بي يو كويس 1.8 جيجا هرتز، 2 سي بي يو اس اللي هو ايه؟ اللي هو كاشاته. لا 2 سي بي يو اس ده يعني 2 مظبوط. يبقى كشاشته 2 ميجا كويس تمام، وده ايه الموديل بتاعه كويس. يبقى ده النوع بتاع. طبعا لو بصينا هنا الرام، احنا كنا ساعدنا الموضوع ده في حلقه قبل كده انا فاكر، الرامه بتاعته 1024 كويس. يبقى الحكايه دي ببص على الجهاز بلاقي دايما شرطه ما بين الاثنين، الاول بجيجا هرتز الثاني بالميجا اللي هو السرعه بتاعته، ها اللي هي الايه الذاكره المخبأة اللي هي الكاش ميمو. طبعا مهم جدا ان الكاش ميمو بتاع الجهاز يبقى تكون عاليه قوي. الكاشات بتاع الجهاز بيبقى فيها حاجه اسمها ليفل 1 وليفل 2. ايه بقى موضوع ليفل 1 وليفل 2؟ وجدوا ان الاول البروسيسور ما كانش فيه كاشات، فالبروسيسور كان الاول بياخد معلوماته من الرامات، فده كان خلي العمليه بطيئه قوي. يعني البروسيسور راجل سريع وعايز يشتغل عايز يشتغل، الرامه ما بتلحقش على البروسيسور،
فقال لك طب نعمل جوه البروسيسور نوع من انواع الذاكره. النوع ده بيتوقع البروسيسور هيحتاج ايه. يعني مثلا البروسيسور مشغل مثلا حلقه، مثال اقول لك كمبيوتر حلو، انت دلوقتي في الدقيقه 10، طبيعي كمان شويه هتحتاج الدقيقه 10 وثانيه، دي 10 و2 ثانيتين، دي 10 و3 ثواني، دي 10 و4 ثواني، دي 10 و5 ثواني. حلو تمام، ده توقع طبيعي. الكمبيوتر فاهم كده ان انت بتشغل حاجه يبقى هتحتاج انك تتقدم فيها. فدي الفكره اللي هو قال لك ان البروسيسور الرامه وصلت لحد الدقيقه، الرامه خد الفيلم حطته عندها، الفيلم الفيديو اللي انت بتتفرج عليه حلقه من حلقات الكمبيوتر مثلا محطوطه عندها، فالبروسيسور موجود وبيعالج الموضوع ده وبيشغل الدنيا. فلقى البروسيسور ان هو يعمل جواه نوع من انواع الذاكره اللي هي الكاش ميموري ديت، تتوقع اللي جاي، فيقوم تقوم واخده الثواني اللي جايه او الدقايق اللي جايه اللي انت لسه هتتفرج عليها تقوم حطها عندها في البروسيسور، بحيث البروسيسور اول ما يحتاجها يلاقيها. يبقى انت وانت بتتفرج تلاقي الايه الحاجات بتيجي بسرعه، تيجي تقدم الفيديو ما ياخدش منك وقت، اول ما تتقدم او تلاقي الحاجه اشتغلت كويس. دي حاجه، ده معنى كده ان الجهاز بتاعك شغال كويس. تاني حاجه، مش معنى ان مثلا الجهاز ممكن يهنج منك او يتقل في الحته ديت يبقى جهاز وحش، بس انا قصدي ايه ان الجهاز المفروض ايه يكون فيه الموضوع ده. تاني حاجه، عملوا ليفل 1 ليفل 1 وبعدين وليفل 2. ليه بقى ليفل 1 وليفل 2؟ قال لك اللي ما توقعوش ليفل 1 يتوقعه ليفل 2، اللي ما توقعوش ليفل 2 يتوقعه ليفل 1. يبقى نعمل ايه، نوعين ذاكره، ده هياخد وده هياخد، ده احتماليه ان البروسيسور يحتاج حاجه من الاثنين دول بتغطي الموضوع ده قوي، قليل قوي لما ليفل 1 وليفل 2 ما يتوقعوش حاجه تكون في الرامات بقى في الحاله دي. يبقى انا بعمل ليفل 1 وليفل 2 بحيث ان انا يكون عندي زي ما بقول كده، لو رجعنا للفكره بتاعت ان البروسيسور هو اسم مجلس اداره، ففي خزنه في قلب الشركه مثلا، عندنا شركه اللي هي كمبيوتر في قلبها خزنه رئيسيه كبيره فيها فلوس، زائد حساب الشركه مثلا في قلب اي بنك، يبقى ده حساب الشركه في اي في قلب البنك ديت اللي هو الهارد ديسك كويس. دي حاجه. تاني حاجه، في خزنه رئيسيه في الشركه دي فيها الفلوس الرئيسيه، ده اللي ماسكها الراجل اللي ماسك الميزانيه والمسؤول عنه. دي حاجه. في خزنه عند بقى رئيس مجلس الاداره نفسه، عند رئيس مجلس الاداره في خزنه صغيره، يبقى الخزنه الصغيره ديت اللي عند رئيس مجلس الاداره هي الكاشات كويس. الخزنه الرئيسيه الموجوده في عند الراجل اللي ماسك ميزانيه الشركه ديت هي الرامات كويس. الفلوس الكتير بقى اللي موجوده في قلب المشروعات او اللي موجوده في قلب البنوك ديت هي الهارد ديسك. يبقى ديت انواع الذاكره المختلفه، كل ما ده بنصغر الذاكره بس بيكون ليها ايه فايده في تسريع العمليه وفي زياده التواصل. ديت انواع المعالجات المختلفه. طبعا حضرتك يفضل جدا ان انا رفع الكتاب، بحيث ان هو يفضل جدا ان حضرتك تتابع معايا دايما وتقرا الكلام اللي موجود في قلب الكتاب، تقرا بس، يعني الموضوع مش لا مذاكره ولا حفظ ولا اي حاجه، تقرا كل يوم ان شاء الله 10 صفحات او 5 صفحات او صفحه حتى، يعني الناس اللي ما بتحبش القرايه خالص اقرا مجرد بس، ان دايما يكون دماغك في الموضوع ده للناس اللي مهتمه بموضوع الصيانه تمام. وعلى قد ما تنجز، او حتى لو عاوز تسباني انا ماشي بالراحه في الموضوع عشان الناس تبقى ماشيه معايا وتقرا الحاجه مره واتنين لو تحب. في نوعين بقى من الذاكره عايزين ناخدهم، اللي هو المين ميموري، اللي هو عندنا الراندوم اكسس ميموري والروم. راندوم اكسس ميموري ريد وريد اونلي ميموري. راندوم اكسس ميموري اللي هي الرامات، اللي هي الرامه بتاعتنا اللي احنا عارفين شكلها اهو، دي اشكالها المختلفه كويس تمام. الرامه ديت وظيفتها ايه؟ قلنا ان هي الايه الخزنه الفرعيه بتاع الجهاز، زي ما قلنا الفلوس الرئيسيه موجوده في قلب البنك او في قلب المشروع، الفلوس الكتير بتاعت الشركه اللي الشركه بتحتاجها كل يوم دي موجوده في قلب الخزنه الرئيسيه اللي في الشركه، الفلوس اللي موجوده في مكتب رئيس مجلس الاداره دي الفلوس اللي موجوده عند البروسيسور اللي هي كاشات. يبقى انا عندي كاش ميموري، عندي رامه، عندي هارد. كاش ميموري، عندي رامه، عندي هارد. الكاشات عند رئيس مجلس الاداره، الرامات عند الشركه نفسها في قلب الشركه، الهارد ديسك عند المشروع او عند الايه البنك. فعندنا احجام كتير منها واشكال مختلفه، زي ما قلنا طبعا بدات من اول 1 ميجا، 2 ميجا، 4 ميجا، 64، 128، 256، 512، لحد 1024 و2 1 اللي هي 1024 اللي هي 1 جيجا، وبعدين 2 جيجا، وحتى 4 جيجا، وتنميه تتزايد.
وظيفتها ان هي بنخزن جواها البيانات والمعلومات اللي احنا بنتعامل معاها دلوقتي. يعني انا مشغل برنامج مثلا اوتوكاد بتاع الرسم الهندسي، او مشغل برنامج فوتوشوب بتاع معالجه الصور، او مشغل اي برنامج، فالبرنامج ده متحمل في قلب الرامه، بحيث ان انا كل ما بحتاج حاجه من البرنامج وانا شغال الرامه بتسهل عليا الموضوع وبتسرع لي العمليه ديت، بدل ما كل شويه اروح للهارد والهارد اصلا بطيء. كويس، دي حاجه. طبعا الرامات دي لها انواع كتير واشكال كتير. اهم حاجه انت تعرفها في الرامه اللي هي فيه نوعين منها، ستاتيك وديناميك. الاستاتيك رامه مستقره، رامه هاديه، رامه عاقله. ديناميك رامه مجنونه شويه. الاستاتيك ده غاليه قوي، عشان كده من لما بنيجي نصنع الكاشات بتاع البروسيسور بنصنعها من استاتيك، يعني الذاكره بتاع البروسيسور ديت استاتيك ميموري، انما بتاع الرامات ديناميك. ليه؟ لان الرامات الاستاتيك وجدوا ان هي غاليه جدا، فبترفع سعر الكمبيوتر، فبيخلوه في البروسيسور، عشان كده تلاقي البروسيسور غالي. يبقى من احد اسباب غلو سعر البروسيسور ان هو فيه استاتيك ميموري اللي هي كاشات. كويس، انما الرام نفسها بقى مصنعه من ديناميك ميموري، دي بتبقى ايه، رام متطايره فولاتايل. يعني ايه متطايره؟ يعني البيانات بتروح منها كل شويه، تلاقي الجهاز الحاجه اللي انت شغال فيها ممكن تروح منها كل شويه. لذلك احنا بنعمل عمليه الريفريش ديت، عمليه بتساعد الى حد ما على ان الجهاز يحدث الحاجات اللي موجوده عنده في قلب الرامات. في حاجه تانية، ان الجهاز لوحده او الرامه لوحدها بتعمل ريفريش، يعني كل شويه الرامه بتعيد تاكد على نفسها اذا كانت البيانات في حاجه وقعت منها بترجع تجيبها تاني. يعني كل شويه الرامه لوحدها بتعمل عمليات ديت، زائد ان انا عملت الريفريش ده بيحدث الموضوع في قلب الرامه كمان. الروم بقى ديت الذاكره ريد اونلي ميموري، اللي هي تعتبر البايوس، اللي هي تعتبر قصدي السيموس، اللي هي تعتبر البطاريه بتاع الجهاز، اللي هي بنخزن فيها الحاجات، والحاجات دي المفروض ان هي ما بتعدلش. طبعا حاجات في قلب السيموس بتعدل، مش قصدي يعني، بس انا قصدي ان ده الفكره بتاع السيموس، ان الحاجه تتخزن المفروض انها ما تتغيرش. حتى الروم دلوقتي بيغيروه وبيدخلوه تحت اجهزه معينه وبتاع، وبيغيروا في الحاجات. فالروم هو كمان لحد ما بيتغير، بس هو اسمه القديم ريد اونلي ميموري، عملوه من زمان على اساس ان هي مش هتتغير، لكن بعد كده اكتشف ان هي نفسها بتتغير كمان. فالرام والروم الاثنين بيتغيروا، بس احنا بنسميهم كده مجازا رام وروم. الروم ديت المفروض ان هي ذاكره بنكتب بيها وسط المستخدم، لا، لكن حديثا اكتشف ان هي يمكن الكتابه ليها، بس المستخدم ما بيحتاجش يكتب فيها اصلا، انما الرامه المستخدم هو اللي بيتحكم فيها. القراءه منها بواسطه المستخدم ديت نعم ونعم. طبعا السرعه، الرامه طبعا اسرع من الروم، الروم صغيره الرامه كبيره. الاستعمالات الشائعه ده مخزن مؤقت وسريع للبيانات، بحيث ان المعالج بيتعامل معاها وبيتوقع التعامل معاها قريب، يعني المعالج بيتعامل معاها من الرام، وبيتوقع عن طريق الكاشات الحاجات اللي في قلب الرامه بياخدها بيتوقعها بيخزنها عنده. الروم دي بتخزن عليها برنامج الايه، البايوس. يبقى الروم هي الايه، البايوس مع السيموس، السيموس بيخزن فيها معلومات الجهاز، الروم هي البايوس اللي بقى متخزن عليه البيزك انبوت او البوت سيستم، بحيث ان انا ما اقدرش اغير فيه، بس اقدر اعدل في اختياراته. تعود البيانات للتلف، دي تفقد البيانات بمجرد اطفاء الحاسب، يعني مجرد ما اطفي الكمبيوتر الرامه الحاجات اللي فيها بتطير، هي اسمها فولاتايل ميموري، ذاكره متطيره، اول ما اطفيها البيانات تطير. البيانات في الرقاقه بتظل وقت طويل جدا، اللي هي على البيزك انبوت اوت بوت سيستم. تمام، كويس. المره الجايه ناجل الهارد للمره الجايه، كنا عاوزين ناخد الحلقه ديت، انما مش مشكله عشان ما اطولش على حضراتكم. كنت عاوز بس اقول حاجه، ان احنا دخلنا في موضوع الصيانه ده وانا شغلت عنه بان انا اقول هو ايه الصيانه اصلا. الصيانه بس عشان ما تدوسش على الناس، الصيانه هي حتى تعريفاتها كتير، فك وتركيب وتجميع الجهاز. يعني الانسان اللي عنده اوضع انه يفك الكمبيوتر ويركب الكمبيوتر ويجمع كمبيوتر، يعني ما يبقاش عنده كمبيوتر ويروح عنده في المحل ويقول انا عايز كذا وكذا 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 وكذا، او يروح يشتري من المصنع كمبيوتر بالمواصفات الفلانيه، بحيث المواصفات دي تتوافق مع بعضها، ان في حاجه اسمها كومباتيبلتي. يعني ايه؟ يعني كل نوع من كل شركه من الشركات متفقه مع شركات اخرى ومعترفه بشركات اخرى ومش معترفه بشركات ثانيه. يعني ايه؟ انا بتفق معاك ان انا وانت هنصنع كمبيوتر مع بعض، فالكمبيوتر بتاعنا يبقى ماشي 100% مع بعضه. لو جه واحد غريب لسه نازل السوق عامل كمبيوتر مش هيبقى متوافق معانا، فتلاقيه مش شغال. لذلك اي حاجه انت بتشتريها، حتى الماوس وحتى الكيبورد وحتى اي حاجه، بتلاقي مكتوب عليها كلمه ايه، كومباتبل ويز.
هما تقول مثلا ويز ويندوز اكس بي ويز ويندوز فيستا كده، يعني هي متوافقه مع الويندوز. فالانسان اللي عنده القدره على انه يجمع جهاز او يفك ويركب جهاز موجود، يجمع جهاز مش موجود خالص، او يفك ويجمع او يفك ويركب جهاز، ده نقدر عليه نقول عليه فن الصيانه او راجل متعلم اساسيات فنيات الصيانه. وحصل اي مشكله في الجهاز وقدر يحلها، بمعنى ان الجهاز النسخه بتاعته سقطت ونزل له نسخه، الجهاز الراجل كان محتاج ان هو يحدثه وقدر يحدثه، الجهاز حصل فيه مشكله مروحه اتحرقت وبتاع وقدر يغيرها، الرامه بتاعته كانت معلقه وقدر يشغلها، كل ده مواصفات وشغله الهارد، قدر ينزل عليه نسخه ويقسمه ويفرمته، كل دي مواصفات فن الصيانه. طبعا انك تتعلم الحاجات دي طبعا بوفر عليك انك تروح كل شويه لمركز الصيانه، زائد انك بتعرف تتعامل مع الكمبيوتر بتاعك، في الاول وفي الاخر الكمبيوتر ده بتاعك، فلازم تكون متعلم شويه حاجات اساسيه بتسهل عليك التعامل فيه. فده اللي كنت عايز اقوله، ان احنا الهدف من مجموعه الحاجات ديت ان انت تتعلم الاساسيات اللي بيعملها الراجل بتاع فن الصيانه، مش عشان تستغنى عنه، لكن عشان ما تروحلوش غير في الحاجات اللي انت ما تعرفهاش. كويس، لو انت بتقرا الكمبيوتر وبتحبه هتلاقي نفسك اتعلمته، وهتلاقي نفسك ما بتروحلوش خالص غير كل مثلا سنه سنتين مره. كويس، فدي تبقى حاجة كويس. أرجو إن بس تكون المعلومات تكملت قصاد الناس، وفهموا يعني إيه جهاز كمبيوتر، وفهموا يعني إيه صيانة، وفهموا يعني إيه فني صيانة، والحلقات تكون ظريفة ولطيفة، وأرجو إنها تنال رضاكم. شكرا ليكم على حسن سماعكم، نسألكم صالح الدعاء لي ولمن كانوا فريق عمل السلسلة. شكرا لكم جزيلا، شكرا جزيلا، وجزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.